ولمعرفة ملابسات القضية. معنا قائد شبيبة القبائل علي ريال. علي، آخر الأخبار التي وردتنا إلى حد الساعة، نائبه رشق أو رشق بحجر يزن حوالي 1 كيلوغرام، وما هو ما تسبب في نزيف حاد؟ ما مدى صحة هذه المعلومات بصفتك كنت حاضرا أمام الضحية؟ والله مساء الخير. وش اقول لك، انا اشاعه حجاره 1 كيلوغرام كما تعتبر، من انا ضمن اللي الفلامي جوا اللي كان مع سي انا اللي كنت الاولاني في التخمه تاع تشينا اخي جا هو مورايا ضمن اللي هو انا كي دخلت هو جا ايفوسي كان ورائي، من بعد سمعت العياط تاعو وعيط، من بعد شد روحه وطاح. مي واش نقول لك، انا باش نقول لك بلي حجره ولا ما عادش باش ضرب، ولا ما عادش ضرب اللي هو كاعي طاح. انا رحت ليه شفتو، حبيت نهضر معاه، ما حبش ما ريبوندي عليش. نعم، ما كتبش هذيك. انا كي لحق الميسا الاولاني تاع الياس مامنا كنت ما شفتش، ما كانش عنده تم ولا يا اخي. كي لحق الميسا تاعنا انا طلعت لي فيستي، جو بونس بلي ماشي حاجه كراها ولا نعم. ابري قالوا لي بلي راح سبيطار وكاين في كان فيها نعم. علي، فقط ربما بعض الفيديوهات التي تداولت في بعض وسائل الإعلام ووسائل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أنه الإصابة كانت بعد الدخول إلى النفق أم كانت قبل؟ وعند أمام كما نقول لك قدام الدخول تاعنا النفق، أنا دخلت الأولاني وكان مورايا، مي هو جوست كي جا داخل شد عيط. أنا كي ضرت لقيته شد في يده في راسه وطاح. فوالا صافي دير شغل الى باش قاسو قاسو حاجه قاسو في الدخله تاع النفق. نعم، ايضا علي كنت بصفتك كنت حاضر مع لجنه الانضباط، ما هي اخر الاخبار هناك التي وردتكم بصفتك كنت قائد شبيبه القبائل؟ احنا لجنه الانضباط على الواقعه، شغل حبوا يسمعوا يشوفوا واش صرا واش ما صراش. احنا حكينا لهم واش شفنا، كل واحد واش شاف. يا بري واش ريزيطا، ما نعطيش دوك واش حاني دي سيدي ولا في. نعم، نقول انا ناكد حاجه باللي ايبوسي كان جوست في الدخله تاع النفق، ونقول لك باش ضربات وضربوا حجره ولا ما نعطيش. المهم هو كان جا داخل من عيط، ومن بعد طاح. انا الاولاني اللي كنت قدامه حبيت نهضر معاه، من هو ما كانش ريبوندي من ضمن فقد الوعي. نعم، يا بري ما عرفتش واش صار، واش جا الميت. نعم، ايضا ربما اردت ان توقف معك ريال عند يعني الاجراءات التي ستتبع بعد نقل الضحيه، متى وهل سيكون سترافق الضحيه الى الكاميرون؟ والله ما اجراءات الاخرى ما على بالي، واش كنظن باللي هما اجراءات باش يبداو الكاميرون. نظن باللي كاين اللي يروح، والله ما نكذبش عليك حتى الان ما عندي اوكان. نعم، علي ريال، ربما ايضا سؤال اخير فيما يخص تدريبات نادي شبيبة القبائل. حديث في اوساط الفريق انه الكثير من اللاعبين ربما عزموا على عدم العوده الى ممارسه رياضه كره القدم، هل ما مدى صحه هذه المعلومات؟ والله هذه يعني اشياء مرمى تحصل. كاين دي جواد ضمن اللي مع كما نقول احنا الواقع هذيك اللي صارت والخلعه منها، نظن باللي ذاك كل واحد يتكلاري منها، ينظن باللي واش نقول لك انا في حاجه صارت كما نقول لك قدر الله وقدر حكم الله وقدر حاجه تخلصات كما نقول لك مكتوب تاع ربي. نظن باللي في حاجه اللي حتحبس كامل الدنيا كما نقول لك كامل. احنا معارضين كما توفى هو ربي يرحمه ويسمح عليه، كان قادر نكون انا باش كنا كنت قدامه، كان قادر يكون مشجع، كان قادر يكون رجل امن منا. يعني ماشي حاجه زوين كما نقول لك، الجوال كامل تاثروا باش كو سي فاسيو كما نقول لك سي فاسيو باش واحد يكون معك في التيرا يجي لي يلعب معك 80 مينوت عافيك كي يجي خارج تلقاه يقول لك راهو مات. نعم، ما يكتفيهاش العقل من الغالب. نعم، ربما علي ايضا سؤال اخير ما اكثرت عليك من الاسئله، لكن الكثير من الفاعلين في رياضه كره القدم طالبوا بايقاف البطوله، هناك من طالب بلعب مبارياتها بدون جمهور، هل انت مع ام ضد ايقاف البطوله؟ والله اشياء عندها بزاف، وهي تحدث كما قلت لك ماشي ماشي ما نكبروش الحاجه، ماشي لقاء شبيبه القبائل ولا من لقاءات وخلاص راسهم لما وصلت يتزوجوا. نضل حاجه اللي اثرت في جوسي الواسع تاع اللاعب من ضي لاعب الاثر باش يقولون كما يقولون البطوله، ولا نظن بلي ماشي حل. نعم، الحل هو اجراءات كما نقول لك اجراءات واعيه، والناس كما نقول كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، اللاعبين ولا مناصرين ولا حكام ولا مسيرين، كل واحد يتحمل نعم المسؤوليه تاعو.
نعم، علي ريال تعزينا الخالصة لأسرة شبيبة القبائل، شكرا جزيلا لهذه الصراحة، كنت معنا مباشرة من تيزي